الاخبار يعني سواق المطبخ ده يعني ابو هيله انت هنا بالقطه ونسيت اسالك انا وين اخدني كان واقف هون عندك واقف هون الزفله طالع انزل شوفي هون انزل لعلهم انزل وينك حبشانتي تعال اقول لك حبيب قلبي انت شلونك بالخواريج شلون يعني شلوني بالخواريج يعني ما كان بالخواريج لك شو شايف انا جدي الشيخ مطلق ولا كان عنده بايكه والله الشيخ مطلق جدك ليه ما حكي بيحكي عني والله شو بدك بالخواريج ام ليلى بدنا شو اسمه اختك ام ليلى نادره نادر خاروف بدنا ناخذ لك خاروف بس ايوه تعال تعال روح خذ خاروف تعال بعرفك مثل الزبدي شو فاهمني فيهم انا انت مثل الزبدي يا صيني منين ما طلعك الواحد بترن مرحبا معلم في عندك خاروف خروف عندي خروف قد بدك قدو كبير صغير شو بدي كبش 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 والله ما عندي عندي هالخلفان ما في اظرف منه بالسوق اللي ياكل خذ مزايا لك شو بدي مزايا والله ما بسخى حدا بيسخى والله حدا بيسخى يذبح مزايا يا اخي المزايا مو للذبح لا التربايه ولا التخلفه وبدك تدخي حبيبي بدنا شي خروف شغله 3000 ورقه بالله عندي هذا ب 3000 ورقه هاتوا هاتوا عوام هاتوا هذا اللي طلع معك 3000 ورقه ولا ما صرفوا له ما صرفوا هذا خلص سمعت عوام على السياره هاتوا على السياره اي سياره عوام تعال يا عوام وين السياره بعدين افهم طالع وهون تحط القطه لا بيموت هون هون بيطلع خد عمي خد لا تشوف عوام شو عملت هاي انت اثنين اطلع جد هذا السعر الثاني والله والله ما ربي يعبط عليه البعر شو كبير اي مو بعر للريحة ابو ليلى اقتنعنا بريحته لك شو تساوي ربي يعبد ليش انا رضيان انا والله راسي رح يبجر من ريحته تنفس عمي والله لو فاضي السوزوكي ما بركبه معك بالسيارة لا بشجع حي الشرسع والبدري شوف اذا زبل تحته هلا بدك تنطفه على حسابك لسيارة عند ابو ليلى ايوه ابو ضيضه ضد المي بس سيارة عملتها سيارة ابو جارتي لك بدك تدخي بدك تنام قال اوه شو ليا مقبول قدامه بحصريات هو ايوه ريحه كليف على حلو مو معه لك خلص بعدين بعدين مو معه صوته شو مش عايز هيك ابو جارتي هيك ابو مام شو بدك يعني حفظ لك يا والغنم يرعى حبيبي والغنم يلعب المراعي والليالي تجود يا نديمي قول معه لا قول ما هو أبغانك يركبني في أي بعرف أبني كبني في أعوام ريح على الجو أعوام ايه روح كل ما عب عشر بعرات اليوم هون بابا بيقول لك هو منهون لا 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 عود هون عود بس هي صرت ببيتك هلا فاتن حبيبتي ام ليلى نعم هاي جبت لك الكبش ليك وهون قدامك على الطاوله لك الله يكسر دياتك على هالجيبه ان شاء الله بديش خطوكي بنفس العيبه لك طيب شو صار لي عندي علي شو عم تقول؟ اه لا ما قلت شيء ما قلت شيء بس يعني شو ليش عم تحكي معي بهالطريقه شو هي هيك؟ لاني قلت لك بدي كبش كبش مو عرقور بدي وزعه نذر مو عمل عليه طبخه ملوخيه يا طبي بالله احمد اخليك شو بيك؟ بالله كمان احنا انا وابجانتي فتن مخنا حتى لقينا نبلنا عرقور حتى لقينا يعني هذا اللي مو عاجبك حقه 7200 ليره حاطط انا من جيبتي 200 ليره ولك حدا اذا بدي اذبحه لك كم عيله بدي وزعه؟ اه لعيلتين؟ وين شو هيك؟ ولك مالي غير اذبحك فوقه، هيك هيك مالك نفع عنا شيء ولي ابلاك ابلاك تحت الباب والله لا تنزع